السلام عليكم. والشعب لو كان حرا ما استبد به فرد ولا عاث فيه الظالم النهم. والحق يبدأ في آهات مكتئب وينتهي بزئير ملؤه نقم. بين حين وآخر تطل علينا قصة من قصص الإذلال والامتهان من ميليشيا الإماميين الجدد يمارسونها ضد اليمنيين البسطاء، تمتهن حقوقهم الشخصية بعد أن امتهنت حقوقهم السياسية والاجتماعية لقرون طويلة. هذا المشهد ليس إلا فصلاً من فصول الاحتقار الذي تعرض له اليمنيون عبر التاريخ من قبل مشروع سلالي كهنوتي قسم الشعب إلى طبقات متفاوتة وفرز الناس بحسب جيناتهم الوراثية، ومن المطرفية بالأمس إلى سائق التاكسي اليوم، الضحية واحد وهو اليمني النبي، والمجرم واحد وهو الإمامة القبيحة. لكن الجديد اليوم هو هذا الوعي الشعبي العالي الذي أفرز انتفاضة غاضبة ضد كل أشكال الامتهان الذي تمارسه عناصر الميليشيا بحق الناس في صنعاء وإب والحديدة وحيثما يستطيعون الوصول. سائق التاكسي يمثلني لم يكن سوى تعبير مكثف عن يقظة اليمن الجمهوري الذي قرر أن يقول للمشروع الإمامي إلى هنا وكفى، فإما أن نعيش جميعا على مبدأ المواطنة المتساوية أو فلتستمر معركة الكرامة. أعزائنا المشاهدون، حول الاحتقان الشعبي المناهض للعنصرية وأيضا لقراءة ردة الفعل الشعبية ضد جرائم امتهان اليمنيين من قبل ميليشيا الانقلاب وعناصرها سوف تكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. سينضم إلي فيها من الدوحة عبر سكايب الباحث السياسي الأستاذ جمال المليكي. أهلا بك أستاذ جمال. إذن سنبدأ النقاش مشاهدينا الكرام مع ضيفنا وبقية الضيوف الذين سينضمون إلينا تباعا، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. الاحتقان الشعبي المناهض للعنصرية موجة تتضح معالمها كل يوم على المستوى الافتراضي والواقعي، وتشهد تناغما بين ما هو واقعي وافتراضي وبين ما يتناوله الإعلام ويتحول إلى واقع يتداوله اليمنيون في مجالسهم. اللحظة اليمنية الرهينة المحتقنة جاءت تحصيل حاصل للانقلاب والاجتياح الذي دك أغلب الروابط بين اليمنيين بلا استثناء، وسعى إلى تقويض ما تبقى من دولة كانت الحامي القانوني والمادي للحد الأدنى من المشتركات بين اليمنيين. غياب الدولة التي تعرضت للانقلاب مثل غياباً لتحصين المواطن من الهمجيات والنزوات والانتهاكات، خصوصاً عندما أصبحت الشخصيات المرتبطة بالميليشيا الانقلابية تقدم ذاتها فوق الناس وفوق القانون، وبإمكانها إلحاق الأذى بالمواطنين تحت سيطرتها في مزاج عابر. حادثة التاكسي ذائعة الصيت التي خلقت جدلاً واسعاً في الوسط المجتمعي والإعلامي بين الفعل وردة الفعل، وما صاحبها من انفلات في الخطاب والمضامين والتناولات إحدى تجليات ذلك الاحتقان الواسع الذي يبرز بين فترة وفترة ليقدم ذاته كظاهرة. ثمة احتقان شعبي واسع مناهض للعنصرية، وهذا لم يعد خافيا على أحد، خصوصا مع بروز لافتة السلالية كلافتة عامة للانقلاب الحوثي الذي يعد امتدادا للميراث الإمامي، بينما يراه اليمنيون خلطة إمامية على المستوى المحلي وخلطة من الملالي الفاشية على المستوى الإقليمي. المتفحص للرأي العام الدائري حول حادثة التاكسي التي حملت هاشتاغ صاحب التاكسي يمثلني يكشف أن ثمة بروزا للتطرف في الفعل وردة الفعل، سيما عندما يتعلق الأمر بالتأويل السلالي للسلوك الصادر عن أدعياء الامتيازات السلالية التي حضرت بالتزامن مع حضور الجماعة الحوثية. الهيجان اللاأخلاقي في بعض الخطاب المقاوم للعنصرية السلالية يشير إلى أن ثمة تجاوزاً أخلاقياً لا علاقة له بحرية التعبير، بقدر ما يتعلق بالخلفية التي لم تتعافى من التشوهات الاجتماعية أو ما يعرف بالوصمة الاجتماعية المتعلقة بالتاريخ الطويل من ممارسة العنف والإقصاء بشتى أشكاله. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، وارحب مجددا بضيفي الذي سينضم لنا من الدوحه الباحث السياسي الاستاذ جمال المليكي. اهلا بك استاذ جمال. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. حياك الله استاذ جمال. اذا هناك يعني تعرض الشعب اليمني لقهر طويل تاريخي ممتد ولا يزال الى حد الان يتعرض لهذا القهر. هناك ربما بوادر لتوحد الشعور الجمعي حول ذلك الامر، الى ماذا يشير برايك هذا التوحد؟
للأسف لا أسمع السؤال بوضوح، لو الإخوة في يعالجوا الصوت بس حتى أستطيع أسمع السؤال. إذا لم حلت المشكلة. إذا أستاذ جمال، إذا الشعب اليمني تعرض لقهر تاريخي طويل من ولا يزال يتعرض لهذا القهر إلى الآن. هناك ربما نوع من التوحد في الشعور من الناحية الجمعية لكل اليمنيين حول هذا القهر الحاصل. كيف تنظر إلى حالة الإدراك التي والوعي التي حدث الآن بين أوساط الناس؟ إن كنت قد سمعت السؤال بشكل جيد، أعتقد أن ما حصل باعتقادي، لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي منه، فأنا شخصيا عندما تابعت هذه القصة وتابعت دعني أقول التفاعل معها، هذا كيمني يعيش خارج الوطن ويترقب مستقبل بلده يطمئن أن هناك ما زالت الحساسية تجاه فكرة الكرامة والإنسانية مرتفعة. هذا التفاعل وأن يتحول قصة كهذه إلى قضية رأي عام، هذا بالنسبة لي الرسالة التي تصلني، هي أن هناك ما زال هناك دعني أقول حساسية أخلاقية مرتفعة تجاه قضايا الكرامة والإنسانية. يعني لم تنجح جماعة الحوثي بأن تجعل المجتمع اليمني يقبل أن يكون هناك فكرة السيد والعبد، وبالتالي هذه الجزئية باعتقادي بحاجة أن نسلط الضوء عليها، لا أن نمارس فقط جلد الذات، وإنما ننظر كذلك إلى الجوانب الإيجابية التي كشفتها هذه القصة. طيب، أريد أن أتأكد الآن صوتي واضح بالنسبة لك أستاذ جمال؟ للأسف ما زال الصوت غير مسموع بشكل واضح، سمعت التقرير بشكل واضح لكن الأسئلة ليست واضحة. نعم، طيب سأحاول رفع الصوت على كل حال، لكن الآن هناك من يحاول تغليف هذا القهر يعني القهر الذي يتعرض له الشعب اليمني بمبرر أنه يجب أن لا تكونوا عنصريين، يجب أن لا تكونوا إقصائيين وهكذا. في هذه الحالة ما هو الوضع الذي يجب أن أو ردة الفعل التي يجب أن تكون برأيك؟ أنا للأسف لا أسمع السؤال بشكل جيد. طيب، إذا سنحاول حل هذه الإشكالية. إلى حين ذلك ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الأستاذ الكاتب أيمن نبيل. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا وسهلا بك عزيزي. أستاذ أيمن، حادثة التاكسي ذاع صيتها الآن، خلقت جدلاً واسعاً في الوسط المجتمعي وسائل التواصل الاجتماعي عامة. أعطينا نوع من التحليل لمضمون ما جرى وتبعاتها من ناحية اجتماعية من ناحية فكرية. طبعاً الحادثة بسيطة، الحادثة يعني في مداها المحدد هي حادثة بسيطة. كل ما في الأمر أن هناك يعني شخصية قامت بامتهان شخصية أخرى، هذا طبعا على ما كما يظهر، يعني هي ليست حادثة الآن مثلا موثقة وكذا، هي مجرد حادثة تناقلها وسائل الإعلام، يعني خصوصا الإعلام الجديد. ولكن الجيد فيه والمميز فيه أنه الذي يقوم بالفعل والذي يقوم بفعل الامتهان والإذلال الآخرين يتباهى بهذا، وبالتالي هذا استفز كثير من المشاعر، ليس فقط الإذلال ولكن التباهي بالإذلال. يعني وصلنا الآن لمرحلة أخطر من المراحل العادية. كان زمان تعرف أنت يعني الإهانات، أصلا النظام الاجتماعي اليمني، النظام الاجتماعي العربي، نظام كله نظام أبوي، فيه داخل السلطات متراكمة فوق بعضها البعض، فيه اضطهاد كثير، ما فيش احترام لا لقيم ولا لفردية الإنسان، لكن كان من قبل مغطى بأشياء كثيرة. الآن أصبح هذا كذا يعني يتباهى الإنسان أنه يذل الآخرين. هذا طبعا استفز قطاعات كثيرة بأشكال مختلفة. طيب الآن كانت هناك ردود فعل في إطار هذه الحادثة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاج سائق التاكسي يمثلني. كان هناك بعض الكتابات ربما الأكثر انفعالا إن صح التوصيف، هل هي تأتي في سياق طبيعي؟ تعرف بعضها في سياق طبيعي، ولكن هذا ليس له علاقة بدرجة تقبلنا للأمر. يعني من ناحية طبيعي، طبعا السياق طبيعي جدا لما يحدث في اليمن. يعني الآن تلاحظ أنت الدم يراق وقتل وإهانات وتجويع، يعني حكاية بعد أنه شخص يطلع يشتم ولا شيء، هذا يعني أمر هامشي. هذا يعني في النظر إلى الواقع نفسه، الواقع نفسه واقع مزري. طبعا الدولة أيضا منحلة، بالمناسبة الدولة أيضا تلعب دور كبير حتى في شعور المواطن، درجة يعني آثار الشتيمة.
لاحظ معي في دول كثيرة هناك يعني اللغة السياسية تحتوي على كثير من الشتائم والبذاءات، ولكن أثر هذه الشتائم بعد ذلك على تصور المواطن نفسه وعلى تصور المواطن لمجتمعه مختلفة عن أثر الشتائم في وضع مثل في مجتمع مثل المجتمع اليمني الآن، لأنه يترجم على طول بعد ذلك لمعسكرات و يعني واحتدام للمشاعر ولرؤى خاصة بالدولة والمجتمع، وهؤلاء ليسوا مننا وشيء من هذا القبيل. طيب الآن هذا الاستعلاء السلالي المستمر للمنخرطين ضمن إطار الميليشيا كما نلاحظ سواء لحادثة صاحب التاكسي أو غيرها من الحوادث التي ربما تتكرر بشكل أكثر وتظهر إلى العلن شيئا فشيئا بشكل أكبر، هل يلقي يعني بشكل واضح على يعني يمثل تحدي بالنسبة للمزاج العام اليمني أم أنه شيء ناتج بسبب الحرب؟ طبعا ما فيش حركة عنصرية تستطيع أن تستمر هكذا بدون أن تصطدم بالآخرين. يعني إذا كان في اليمن في قبل يعني قبل 70 سنة من الآن، عندما كان نسبة الأمية أكبر بكثير ما لا يقاس من الآن، ومغلق بلد كان مغلق من القرون الوسطى تقريبا، ولكن وجد هناك ثورات ووجد هناك منتقدين للنظام اتجاه الأفكار العنصرية التي تمارس ضده وكذا، فما بالك إلا الآن. فلكن طبعا الجماعة الآن هذه تتميز أكثر. بالمناسبة حكاية استقواهم بالسلاح هذا يعني في وجهة نظري مجرد يعني هذا رغم أنه طبعا آثاره كبيرة يعني أنا لا أقلل من هذا، ولكن كان منذ البداية كان هذا واضحا من لما كانوا موجودين هكذا في صعدة، من لما كانوا يصدروا حقهم الوثائق البسيطة هذا، وكان في كثير من القطاعات النخبة تطبل لهم، كان واضح أن الناس هؤلاء لديهم أفكار. طبعا لما استخدمش العبارات هذه حركة فاشية نازية، لا فاشية ولا نازية، لديها ظواهر مختلفة، هذه حركات عنصرية تمييزية، والحركة الحوثية من ضمن هذه الحركات. طيب لماذا إذن الآن حدث ذلك؟ لماذا هذه الحادثة كانت نوع من يعني أشعلت فتيل لأمر كبير وتطور بشكل كبير حتى بداخل يعني صف أو الجهة المناهضة لفكرة العنصرية كان هناك نوع من الجدل الكبير حول طريقة التعبير وما وصل إليه؟ في الحقيقة يعني ميكانيزمات وآليات الاهتمام هذه مثيرة للريبة نوعا ما، يعني في حوادث كثيرة ربما لأن المجتمع أحيانا أو في قطاعات اجتماعية معينة يعني تهتم وتحتفل بالحوادث الفردية الواضحة أكثر من اهتمامها بالكوارث الكبيرة. الآن هناك قصف يومي على قرى في جبل حبشي مثلا في تعز، هناك قتل، هناك حصار، هناك، لكن هذه الحادثة تحديدا اجتمعت فيها كثير من الأمور التي استفزت الكثير من القطاعات سواء كانت أمر جيد أو سيء. يعني أول شيء استفز أنه في مجتمع يعني نحن نعرفه كويس ذكوري تجي امرأة تهين رجل وبهذه الطريقة، فهذا طبعا هذا أمره سيء، يعني أنه هذا هو اللي يستفز، لكن هذا مجتمعنا وهذا موجود، يعني هذا الإنسان لا ينكره ولا يعني وأن يأخذ ولا يأخذ الموقف بصورة عادية وسهلة ويقول مش مشكلة أنه هذا مجتمع ذكوري إذا نتناسى الموضوع، لا، يعني فعلا هو مجتمع ذكوري وهذا أمر مستفز للمجتمع الذكوري، ولكن الذي حصل كان غلط أساسا، حتى لو الاستفزاز كان من منطلق خاطئ، ولكن في النهاية الذي حصل كان ظلم وإذلال ومعاملة سيئة. هذا جانب. جانب آخر أن هناك الكثير نسمع الكثير من القصص هذه الأيام، ولكن يتناقلها الآخرين، لكن هذه القصة جاءت يعني على لسان صاحبة الشأن نفسها يعني. وأيضا هناك يبدو أن هناك أيضا يعني الآلة الإعلامية التابعة للمعارضين للحركة الحوثية اشتغلوا شغل منظم في هذه المرة يعني، وهذا أمر لا يعيبهم على كل حال، يعني الذي يعيب أحيانا هو المحتوى الرد وليس تنظيم حملات، هذا أمر مختلف. يعني لا تعتبرها ردة فعل شعبية طبيعية في إطار تحريض على القتل وما حدث من يعني من عرض بالنسبة لهذه الناشطة التي قامت بوضع هذا الفيديو ووضع المنشور وإلى آخره، كانت ردة فعل منظمة تعتقد؟ طبعا في جزء منها منظم. طبعا شوف أنت لما عندما يرى الإنسان أي اتجاه عام مندلع بهذه الصورة في وسائل الإعلام الجديد، ليس الأمر هكذا، لا يمر الأمر هكذا على أي إنسان بصورة عفوية، يعني لابد الإنسان يفكر شوية لأنه هناك حوادث كثيرة تحدث هناك، ولكن هذا لا يعيب يعني ردة مسألة أنه ردة الفعل في جزء منها كان منظم أو تم الاستفادة منه، هذا لا يعيب الأمر إطلاقا، بالعكس هذا هو شغل أي قوة سياسية محترمة. القصة هي في نوعية ومحتوى الرد،
هنا هو عليه مدار النقاش، مش تنظيمه من عدم تنظيمه، ولكن هناك جانب بالتأكيد طبيعي واستفز الآخرين. طيب الآن في سياق ما تم الآن، هناك ردة فعل كانت وهناك الفعل نفسه الذي كان، هل تجاوز يعني تجاوزت ردة الفعل مغبة الفعل بنفسه، خطيئة الفعل نفسه، التحريض على القتل الموجود فيه والاستهانة والعنصرية التي ظهرت في هذا المنشور، هل كانت ردة الفعل متجاوزة لهذا الأمر؟ ما في شيء يتجاوز تحريض الإنسان على إنسان بالقتل وإهانته في العلن. أنا لا أحب المبالغات هذه اللي يصدروها الناس كثير، يعني عندما يقول لك هذا خلاص هذا دمروا الموضوع أو لا دمروا القضية، لا لا ولا دمروا القضية ولا شيء، هناك جانب سيء فيه، وهنا في الجانب السيء فيه هناك مستويات، ليس الناس سواسية في هذا الأمر. يعني مثلا مسؤولية مواطن عادي إنه شتم من القهر، وهذا أمر علينا أن نتفهمه ونجد له حل، غير مسؤولية شخصية فكرية أو أدبية أو سياسية كبيرة قامت بممالأة النزعة الشعبوية والدخول أيضا في حفلة الشتم. هناك فروق كثيرة في هذا الأمر يعني، ولكن لا يوجد بالتأكيد يعني مهما قيل هناك في النهاية حادثة تحريض على القتل. ماذا يعني أن يتم شتم أو هذا كله بعد ذلك بالمقارنة يصبح تفاصيل، ولكن هذا لا ينفي ولا يمنع أن يناقش الإنسان أيضا ردة الفعل، لكن من دون أن ينسى السياق العام للموضوع. إذن أشكرك أستاذ أيمن نبيل الكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. نعود إلى الباحث السياسي الأستاذ جمال المليك، لكن هذه المرة عبر الهاتف لحل مشكلة الصوت. أستاذ جمال، حادثة التاكسي إذن يبدو أنها ليست الحادثة الأولى، يعني اتفق الأستاذ نبيل على أنها أو قال أنها ليست الحادثة الأولى، وهناك حوادث تتكرر بشكل يومي، وهناك قتل ربما في، وهناك تعذيب واختطاف إلى آخره. ردة الفعل الواسعة أنت كباحث سياسي في أي سياق تضعها فيه؟ هو فكرة الحوادث من هذا النوع هو صحيح ليست حادثة وحيدة، يعني لو أردنا أن نقارن ولو قياس مع الفارق ما حدث في تونس في قصة المشهورة قصة أبو العزيزي، بالتأكيد كانت هناك آلاف القصص الشبيهة بقصة البعزيزي تراك الذي يحصل، يعني هذه القصة في سياق يعني في سياق دعني أقول منعزل، أنها ليس يعني بمعنى اللي حدث هو ضمن دعني أقول مشاهد متتابعة، مشاهد متتابعة هي جماعة الحوثي تمارس القهر منذ سنوات، هذا المكثف ضمن لقطة، هذه اللقطة صعدت إلى السطح بفعل عوامل كثيرة جدا، أنه من فعل بذلك نرى أنه أهان إنسان آخر، وحدثت ما يمكن أن نسميه الصفة التاريخية بأنه يتم الاهتمام بقصة من القصص لتكون دلالة على حال معين، يعني لا لا ينقص من القصة أن حدثت كثيرا بفعل ما أكثر من هذه المواقف، لكن المجتمعات عندما تتفاعل مع قصص من هذا النوع أو تتجاهل قصص من هذا النوع له دلالة معينة. يعني أنا بالنسبة ما زلت أؤكد على فكرة أنه اللي حدث كان أعتقد أن هناك غرفة عمليات معينة قامت بإثارة هذا ردة الفعل، هو تفاعل طبيعي مع اختلاف طريقة التفاعل، لكن هو تفاعل طبيعي يعكس التدمر ضد الفئة. في هذا السياق يمكن أن نفهم حالة ردة الفعل. طيب الآن بالنسبة لي يعني هذه الجرائم الوحشية والعنصرية التي يعني تقوم بها ميليشيات الانقلاب بحق اليمنيين، هل لها علاقة بتاريخ الإمامة في مسألة احتقار اليمنيين بأنهم لا ينتمون لذات السلالة التي ينتمون لها؟ موقف على قراءة ربما التاريخ المعاصر والتاريخ الحديث لليمن، عندما كان الإمام مثلا سبيل المثال حارب في تعز، الأوصاف الذي كان يطلقها على أبناء تعز وعلى أبناء المقاطرة مثلا على سبيل لمن يقرأ قصة كالمعارك التي كان يخوضها أي تحت محاولات المقاومة التي كانت موجودة في تعز، يجد هناك تشابه كبير جدا في نمط التعامل في التفكير، وكان أمام حالة واحدة، بمعنى أنه للأسف لإسفاعة هذه الجماعة أن تعيد الاعتذار لهذه الفكرة التي كانت تنتشر. وأنا باعتقادي لو فكرنا بنظرة أكثر دعني أقول أكثر عمقا
نحن نعيش في مرحلة تحول حقيقي. دلالة أنها تحول حقيقي بمعنى الإنسان المستقبل لن يسمح به، لن تسمح به الصيرورة، لن تسمح به إلا بعد أن يتم تفكيك هذه الأفكار تفكيكا كاملا وعودة السطح. نظرت من زاوية التحول الاجتماعي هي أحد الاشتراطات، ولن نستطيع أن نتحول للمستقبل حتى نحقق اشتراك حقيقي في تفكيك هذه الأفكار حتى يتم تفكيكها إلى وعي الإنسان. ظهورها في هذه الشراسة، ظهورها في البشرية هكذا التعبير، هو باعتماد له أننا نضع أنفسنا أمام مسؤولية تاريخية أن نواجه هذه الفكرة، أن نسعى إلى تفكيكها حتى يسمح لنا بالانتقال نحو المستقبل الحقيقي ونحو المستقبل الذي لا يحمل هذه الأفكار العنصرية. طيب أستاذ جمال، هناك نوع من الإشكالية في الصوت، سنحاول العمل على إصلاحها الآن. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ مصطفى الجبزي، الكاتب والباحث، معنا عبر الهاتف من باريس. أهلا بك أستاذ مصطفى. اهلا وسهلا بكم. حياك الله استاذ مصطفى. اذا هناك نوع من يعني من يوصفها بالانتفاضه الشعبيه ضد الخطاب العنصري لميليشيات الانقلاب ومن يؤيدوها بداخل اليمن، هل برايك انها مؤشر لوعي جمهوري عالي ام انها نوع من رده فعل تاتي في سياق يعني تفسر بشكل مختلف اجتماعيا؟ في الحقيقه نحن بعد أكثر من عامين من الانقلاب وهناك تصاعد كبير نتيجة للتبعات الكبيرة والأضرار التي مست اليمن إجمالا ومست الناس وهددت ونالت من النسيج الاجتماعي، هي لم تهدده فقط، هي أيضا نالت منه. ما يحدث الآن يعيد إلى ذهني على الأقل ما حدث في نهاية 2014، هاجمت جماعات ميليشيا المدن وعملت على زرع نقاط تفتيش في كل مكان. كان أفراد هذه الميليشيات يتحدثون إلى الناس بكثير من الود ويبتسمون ويعتذرون لهم عن هذا السلوك، بالمقابل كانوا يخدمون الدولة شيئا فشيئا. انطلت هذه الحيلة وهذا المظهر الزائف على الناس قياسا بسلوك الجنود الذي ربما كان يفتقر إلى هذه المجاملة، وقالوا الحوثيون طيبون يستقبلنا بيد، وفي المقابل عمليا كانوا ينهون الدولة ويأكلونها شيئا فشيئا. الآن نحن أمام حادثة غريبة فيها امرأة تحرض على العنف وعلى القتل بشكل مفتوح مباشر بدواعي وهي، وبالمقابل هناك رد فعل غاضب عاطفي هائج لكن لا يؤخذ بشكل معزول، إنما يؤخذ في سياقه الكامل. نحن بعد عامين من أكثر من عامين عمليا من حرب والانتهاكات العريضة التي لا يوجد بيت يمني إلا وتعرض لها بشكل أو بآخر، وأمام انهيار كامل لأحلام اليمنيين التي شيدت منذ 2011 ورغبة اليمنيين في الانتقال إلى يمن جديد فيدرالي وفرصة لإعادة توزيع الثروة والسلطة. ما هي الحصيلة التي نحن أمامها الآن؟ خطاب عنصري يتجلى بكل وضوح، لم يعد يتستر، وبدلا أن ننتقل إلى حكم فيدرالي ونظام ديمقراطي نحن أمام عصبة ميليشيوية تدعي الحقيقة بالحكم الإلهي وتجعل وترى أن الناس عبيدا لها وتهدد الجميع وبكل صفقة تحاكم رئيس الجمهورية وتحاكم أفراد آخرين لأجواره. لا أظن أن الناس سيسكتون ويستطيعون الالتزام بخطاب حصيف لا معنى لهذه المطالب، أن نطالب الناس أن يصمتوا وأن يكونوا أكثر اتزان وأخلاقية بينما هم يعانون للانتهاك والقتل والتشريد. ونعرف أن هناك أعداد كبيرة من المعتقلين الذين يعانون ويلات التعذيب، فلا معنى من الناس من بعض المطالبات التي تطالب الناس بخطاب حصيف بينما القاتل يجلد ظهرك و يقتلك وينتزع حقك يوما تلو آخر. أتوقع أن نحن الآن أمام حصيلة، أمام تراكمات كثيرة، وربما نفض الصبر اليمنيين، وأيضا ردة الفعل ستكون عنيفة. هذه نتيجة طبيعية ومتوقعة لانقلاب كان في الأساس منطلقاته هي عنصرية ميليشيوية
نعم أستاذ مصطفى. أيضا نال من التماسك الاجتماعي إلى حد كبير. طيب أستاذ مصطفى، دعني أرجو أن تبقى معنا. نعود إلى الأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، هناك من ينظر إلى وينتقد ردة الفعل التي حدثت بخصوص هذه الحادثة أو الظاهرة، ظاهرة أو حادثة التفاعل مع صاحب التاكسي، لكنه ليس لديه مشكلة أو تفاعله أقل مع ما حدث من الفعل العنصري الأساسي. هذا الأمر كيف يقيم أو كيف تنظر له أنت؟ هو للأسف هذه منهجية تفكير يتبنى كل شيء. نحن نجد اليوم على سبيل المثال من انتقد العدوان، ما يسميه بالحرب التي خارج كما يقول، ولا ينتقد السبب، هو ينتقد النتيجة لكنه يتعامى عن السبب. أصبحت للأسف الشديد منهجية التفكير لدى البعض هو أن يتناول النتيجة ويناقش النتيجة وينتقد النتيجة، لكنه لا ينتقد مقدماتها ولا ينتقد السبب الجوهري لها. هذه للأسف أصبحت منهجية التفكير. أريد أن أنبه إلى نقطة جدا يضاف إلى أذكره الصديق والزميل مصطفى. القصة أنه الوجه الحقيقي لهذه الجماعة لابد أن يظهر، بمعنى أن ظهور هذه القصص هو يكشف الوجه الحقيقي لها. كان بالإمكان لجماعة الحوثي على سبيل المثال بعد حتى دخولها صنعاء أن تتجمل وأن تحاول أن تجمل وجهها بشكل أو بآخر، وهي حاول البعض داخل جماعة الحوثي أن يفعل ذلك، لكن الأفضل للمستقبل والأفضل لعملية التحول نحو المستقبل هو أن تخرج الأفعى من مخبئها وأن يكشف عن الوجه الحقيقي لهذه الجماعة. هذه القصص أهميتها بالنسبة لي هي أنها تكشف عن الوجه الحقيقي لهذه الجماعة، وبالتالي يتم تحديد موقف منها. كل من في قلبه ذرة كرامة لن يقتنع بفكره، وبالتالي هو اختبار حقيقي يتغايز، وبالتالي هو أحد في إحدى هذه القصص، والتفاعل معها وما ينتج عنها هو بالمجمل هو أحد الاستحقاقات التي ينبغي كي نحو المستقبل الموجود. طيب دعني أعود إلى أستاذ مصطفى ناجي. أستاذ مصطفى، إذا هناك كما يقول الأستاذ جمال نوع من الكشف عن الوجه الحقيقي لجماعة الحوثي، تخرج الأفعى من مخبئها، لكن بالمقابل هل هناك نوع من الكشف عن يعني طبيعة ما يفكر فيه الناس، ما يفكر فيه اليمنيون تجاه هذه الجماعة، أم أن ما يحدث هو في إطار ردة الفعل فقط وليس في إطار الفعل حقيقة؟ أولاً تحية لك، هذا ما فاتني، وتحية للأخ والصديق جمال، وتحية لكل مشاهديك. أنا في حقيقة الأمر أشعر بأسى كبير وأسف أننا ننزلق إلى هذا المنحدر من القضايا، وإذا كان هناك ما نتأسف عليه في هذا الخطاب السيء فإن الأسف الأكبر يجب أن يكون على ما حدث من نهاية 2014. الانقلاب كان هو الطامة الكبرى التي قصمت ظهر اليمنيين، ولا معنى للتماسك الاجتماعي والحرص على عدم الجرح في هذه اللحظة. الحرب بحد ذاتها فعل لا معقول، وما بعد الحرب يكون ضرب من الجنون. أنا لا أشرع لكل الأفعال والتجاوزات، لكن يمكن أن يقرأ الواحد هذه السلوكيات في إطار ما حدث. المجروح والشخص المتألم يفقد وعيه في حالة من الألم، وما بالك أنه يفقد تماسكه، هذه مسألة طبيعية. فعلا هناك ردود أفعال متراكمة كثيرة، وخطاب بدأ يتصاعد، وبين فعل ورد فعل يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة. كانت هناك في البداية تحذيرات شديدة وصارمة بأن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي يهدد التماسك الاجتماعي. ربما هذه الكلمة لم يكن لها معنى لدى الانقلابيين، لكن الآن ليس الانقلابيين فقط، غير كثيرون أيضا، الكثيرين من المراقبين لم يكن يعوا يعني ما معنى تهديد النسيج الاجتماعي وتدهوره. هذا هو، سنوصل إلى حرب مفتوحة، إلى حرب كلامية أيضا، وسينحدر الخطاب إلى شتائم، لطالما طبيعي جدا لطالما كان هناك قاتل. طيب برأيك هل يعني هل الأمر أن يحدث أو أن تحصل حادثة من هذا النوع هو يشتت الأنظار، يعني بردود الفعل التي حدثت لها بكل تأكيد هو يشتت الأنظار نحو القضية الأهم، قضية استعادة الدولة من قبل الإنقلابيين؟ ليست هذه المحاولة الأولى تشتت الأنظار. نحن قدنا كثير من الكتابات التي ليس لها معنى،
والتجاذبات التي لا تصب في الهدف العام وهو استعادة الدولة واستمرار العملية الانتقالية والانتقال إلى يمن جديد. قد تكون مفتعلة وقد لا تكون، لكنها خطيرة على المستوى الجنائي. هناك تحريض على القتل، وبالمقابل إذا كان هناك تجاوز في الخطاب يمكن النظر له من زاوية قانونية، يعني بين تحريض على القتل أو الاشتراك به وبين شتيمة، كيف يمكن أن نقيسهما على نفس المستوى؟ هذا غير معقول. لنكتفي فقط من ناحية معيارية أن ننظر إليهما كفعل قانوني أو كتجاوز للقانون، وما هو وجهة نظر القانون في هذه الحالة. إذن أشكرك أستاذ مصطفى الجبزي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. أعود إلى أستاذ جمال المليكي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الدوحة. أستاذ جمال، إلى ما قبل ربما ثورة 2011 لم يكن اليمنيون بذلك الوعي الجمهوري، أو على الأقل الوعي بخطورة المشروع الإمامي على اليمن وما يعني يتم التحضير له بشكل أو بآخر. عندما حصل الانقلاب، عندما رأوا هذه الأفعال من قبل الإماميين الجدد، تشكل هذا الوعي لدى الناس وتشكلت ردود فعل ربما تكون يعني منفعلة بشكل زاد عن ما يمكن القبول به بشكل أو بآخر. لكن هل هذا يعني الأمر يشكل حالة صحية بالنسبة لوعي الناس، بالنسبة لتجاربهم وتعاملهم مع ما يجري لهم من شؤون حياتهم؟ أنا أعتقد أنه هذا حصل جزء منه، حصل في سنة 2011، أن الناس بدأوا يشعروا بأهمية التمظهر تحت العلم، التمظهر تحت فكرة الجمهورية. هذه الفكرة باعتقادي فكرة، يعني ما حصل بعد ذلك والتفاعلات التي حصلت، أنا يبدو لي الأمر وكأن أن المجتمع اليمني قام اختبار، كان هناك بعض الأفكار المعيقة، الأفكار المعيقة هذه كانت مختبئة تحت السطح، ظهرت الآن أمامنا وأصبحنا أمام مواجهة حقيقية تجاهها. إما أن ننجح في مواجهتها وبالتالي نستحق أن نحافظ على فكرة الجمهورية، نستحق أن نحافظ على الهوية اليمنية، أو نتخلى عنها ونجعل هذه الفئة هي التي تسيطر. وبالتالي ما يحدث اليوم، يعني ببساطة القصة، بسطتها بالنسبة لما حدث طوال كل ما، يعني بسطتها بالنسبة للقتل والبطش والإجتياح المسلح الذي تقوم به جماعة الحوثي، وما فعلت من كانت أسوار صعدة إلى أن وصلت إلى أسوار عدن، يعني مارست كل ما يمكن يعني أن تمارسه جماعة عنصرية من القتل والتفجير. أنا دائما يعني ما زلت حتى هذه اللحظة أنظر إلى الموضوع باستغراب، بأن ما فعلته جماعة الحوثي لا يشبه ولا يمكن أن تفعله جماعة تنتمي إلى اليمن، يعني كأنه الأمر كأنه آتي كغزو من خارج اليمن وليس كفئة يعني متمردة داخل اليمن. لا يمكن أن يصل ذلك الفعل إلى غازي حقيقي، لكن دعنا نقول أنه هذه القصة تعيد استفزاز الذات اليمنية، وتعيد دعني أقول ناقوس الخطر، بأننا إذا ما استرخينا أمام هذه الفكرة سوف تجتاح ما تبقى من كرامتنا، سوف تجتاح ما تبقى من شعورنا بالهوية اليمنية. الإنسان سيفقد انتماءه للوطن عندما يشعر أنه من يتحكم بهذا الوطن، من يتحكم بهذا البلد ينال من كرامته. وبالتالي نحن أمام تهديد حقيقي نحو فكرة الهوية ونحو فكرة الانتماء لهذا الوطن. هذا التهديد الحقيقي علينا أن نواجهه بأن ننال من كل فكرة تنتمي إلى الفكرة الإمامية أو إلى هذه الفكرة العنصرية، وأن نتحدث عنها وأن نرفع الصوت وأن يحدث مثل هذه النقاشات. باعتقادي أن هذا جزء أساسي ومطلب أساسي في نضالنا نحو دعني أقول تحقيق دولة العدالة والكرامة الإنسانية. طيب الآن في ظل غياب الدولة كجهة حامية ويعني حامي وحيد أمام كل الهمجيات، أمام كل النزوات المتطرفة، كيف يعني ما الذي يبقي الآن اليمنيين بالشكل الذي هم فيه الآن بداخل المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب؟ ما الذي يحكم العلاقات الاجتماعية بين الناس في هذه المناطق الآن؟ الناس في هذه المناطق من الناس من اختار أن يتعايش وأن يمثل أنه راضي بالوضع. أنا على سبيل المثال أتواصل مع كثير من الناس، هناك من يحاول أن دعني أقول غير الحقيقة لكي يتمكن من أن يحمي نفسه ويحمي أولاده وأن يعيش بين هؤلاء، لكنه منتظر للحظة السانحة التي تسمح له بأن ربما يعبر عن نفسه أو ينقض على هذه الجماعة
الاشكال او اقول ينقف بمعنى مقاومه يستطيع ان يقاوم هذه الفكره، لانه بالفعل هذا القهر الذي يمارس وبشكل يومي لا يمكن ان يدوم. يعني ستاتي لحظه الانفجار، وما يحدث يعني ودلاله التفاعل مع هذه القصه بان الانفجار هذا سيحصل يوما ما، وعلى قدر استمرار الكبت على قدر ما يقرب يعني فرص الانفجار. وعندما اقول الانفجار نحن نستطيع ان نتحكم بنوعيه هذا الانفجار، ولكن ما يكون اليوم البعض ينتقد بعض الالفاظ او بعض الفعل. الافعال التي تمس الذات وتمس الكرامة الإنسانية لا يمكن ان يتم التحكم بعد ذلك برده الفعل وكيف تكون اخلاقيتها، هذا ليس بيد احد. يعني التبرير شيء والحديث شيء، لكن الافعال التي تمس الكرامة الإنسانية عندما تحدث بشكل ممنهج وبشكل متراكم لا تاتي بعد ذلك ويتحدث البعض عن لابد ان تكون رده الفعل اخلاقيه ومنضبطه، لا يمكن ان يحصل هذا، هذا ضد العقل وضد المنطق. نحن نقول هذا من باب التوصيف وليس من باب التبرير. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ جمال. تنضم إلينا الآن الناشطة السياسية أستاذة لطيفة علي معنا عبر الهاتف من نيويورك. أهلا بك أستاذة لطيفة. أهلا وسهلا بك أستاذة لطيفة. بكل تأكيد تابعتي ما جرى من قصة التعبير العنصري التي يعني عبرت عن فكرة الإمامة كما هو واضح، وكانت ضد مبدأ المواطنة المتساوية. كيف تقرأين ردود الفعل الغاضبة والناقمة تجاه ذلك؟ طبعا جميعا نعرف التداعيات السياسية والعسكرية للانقلاب، لكن يبدو أن نحن في منحنى آخر وهو التداعي الاجتماعي والأخلاقي في من لهذه السلالة العنصرية الموجودة في والتي قامت بالانقلاب الحاصل. بكل تأكيد أن التداعي المجتمعي الذي حدث في الحادثة الأخيرة في سائق التاكسي كما تداول السوشيال ميديا هو تداعي طبيعي نحو حفاظ الكرامة الإنسان، وهو التداعي وانتفاضة طبيعية مطلوبة جدا. يعني بل إن هذا التداعي كان في بداية تسلسله، في بداية حدوثه كان طبيعي جدا ومؤشر جيد لانتفاضة الكرامة الإنسانية. لكن ما حدث فيما بعد ذلك والجميع تابع أنه خرج عن سياق الطبيعي، بل خرج عن سياق الإنساني وتحول من قضية عادلة إلى مظلومية باتجاه الطرف الآخر. وهذا ما ننبه إليه، أننا أصحاب قضية وأصحاب قضية عادلة، وهذه السلالة يجب أن تنتزع، وهذه السلالية والعنصرية التفوقية الذي يؤمن بها الطرف الآخر يجب أن تنتهي ويجب أن تجرم. لكن كيف يتم هذا التجريم؟ هل يجب أن نفقد عدالة قضيتنا باتجاه باستخدام أساليب غير إنسانية وتكون في موازاة طرف آخر؟ هذا غير مطلوب، بل على العكس يفقدنا أحقيتنا في من جايبني. لا يجب أن يسمح، لكن يجب أن نسمح بهذا التداعي الخطر على المستوى الاجتماعي أن يأخذنا إلى تفكك الجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي. نحن دولة نعتبر من أيضا الدول الفقيرة، نحن دولة متقدمة علميا وتقدميا، هل يجب أيضا أن نتقدم أخلاقيا؟ هذا إلى جانب الشروخ الاجتماعية التي ستوازي هذه الكارثة التي صارت. من منطلق ماذا؟ من منطلق الكراهية المنطلقة من خشى الأعراض. جميعنا نعرف أن المجتمع اليمني كبيئة قبلية محافظة هذه تعتبر من أمس القضايا وتعتبر قضية ذات قدسية، فأن نخدشها بهذا الشكل الذي حدث في وسائل التواصل الاجتماعي أو الميديا عامة هو بالنسبة لي كامرأة غير مقبول، أو كإنسان هذه ما حدث هو غير مقبول تماما. لا يجب أن نتحول كما كان مظلوم، كما كان يدعي مظلومية الحوثي تحول إلى جلاد وأسوأ من الجلاد، ويجب الآن أن نتحول إلى الجانب الآخر. لا يجب أن يكون أن نذهب نتطرف من النقيض إلى النقيض الآخر. نحن أصحاب قضية وقضية عادلة، هذه جماعة إرهابية، هذه جماعة سلالية تؤمن بالتفوق، وهذا ما يجب أن نحارب، ويجب أن نركز على القيم المنافية الإنسانية من تجنيد هذه الجماعة للنساء، من تجنيد هذه الجماعة للأطفال، من استخدامها التفوق العنصري لأخذ المجتمع إلى بقوة السلاح، هذا يجب أن نركز عليه. أما أن يتحدث أن يكون هناك من الطبقة والنخبة المثقفة أن تنجر إلى هذا المستوى، هذا يجب أن ترفضه، ويجب أن لا تدفع الثمن المرأة. المرأة في هذا المجتمع هي الحلقة الأضعف، وبالتالي يصبح أن التركيز على جر المرأة وإن كانت من الطرف الآخر أو من الخصم يجب أن تجر إلى هذا المستوى. طيب الآن من الملاحظ أن الأمر ليس وليد اللحظة، هناك نوع من التصاعد في حدة الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الانقلاب ضد
اليمنيين، لكن الآن إذا ما استمرت هذه الوتيرة في الارتفاع، إلى أي مدى يمكن أن تكون ردة الفعل الشعبية تجاه هذه الانتهاكات وهذا يعني الامتهان بحق اليمنيين؟ منذ البداية نلاحظ أن الطرف الشرعي لا يقوم بواجبه كما يجب. الوسائل التي يجب أن تتبع هي وسائل الدبلوماسية، الوسائل التي يجب أن تتبع هي اللغة العالمية التي يجب أن تتخطى فيها المجتمع الدولي في إرسال مظلومية. لا يجب أن نفقد أخلاقيتنا، ولا يجب أن نفقد وسائلنا المشروعة. هناك وسائل كثيرة في إرسال الرسائل وفي كشف هذه الجماعة وتعريف سلوكها. الآن ما الذي حدث في المجتمع اليمني؟ اتجهت الصورة بما أنها كانت في اتجاه مضاد، وكان هناك التعاطف الشعبي تجاه الحادثة السائق، أصبح الصورة معكوسة، وكأن هذه الفتاة التي قامت وهي تمثل حالة فردية، هي تمثل فكر السلالة هذه. كان يجب أن نركز على المضمون لهذه العنصرية الذي قامت بهذه الفتاة والتي ارتكزت عليها كأيديولوجيا تمثل هذه السلالة. كان يجب أن نركز على فكرة أن هذه الجماعة تستخدم النساء، أن هذه الجماعة تركز على تجنيد الأطفال، أن هذه الجماعة تستخدم كل الوسائل غير الأخلاقية، ولا يجب أن نسقط لها في الطرف الآخر. إذن هنا لدينا كثير من الوسائل التي يجب أن نركز عليها. نعم. طيب أستاذة لطيفة، هل من بين هذه الوسائل أن يحدث نوع من التجريم لما يعرف بالهاشمية السياسية كمشروع سياسي ويدعو إلى حصر الحكم في بطنين أو في عائلة معينة أو في سلالة معينة؟ هل من ضمن هذه الوسائل التي ستحد بشكل أو بآخر من تداعيات ذلك الأمر مستقبلا؟ بل هذه ما يجب أن تكون أولوية، وهي تجريم الهاشمية السياسية. هذه الصورة العنصرية التي ترتكز عليها هذه الجماعة العنصرية، وهذه إذا لم تجرم هذه فإنها سنكون في محاولة إنما فقط تهدين الحرب وتهدين الفكرة هذه إلى وتدجينها. لكن إذا قمنا بهذه وأصبحت هذه كدستور أن هذه الجماعة تجرم هذه الفكرة العنصرية الأسفلالية الهاشمية السياسية، أعتقد أن هذه أولى الوسائل التي يجب أن يرتكز عليها الدفاع المجتمعي والمدني والسياسي والدبلوماسي. هذه أولى الوسائل التي يجب أن نرتكز عليها. أشكرك أستاذة لطيفة علي، كنت الناشطة السياسية، كنت معنا على الهاتف من نيويورك. أعود إلى أستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، إلى أي مدى سيسهم موضوع تجريم ومحاربة فكرة الهاشمية السياسية والتعريف بأخطارها بشكل متكرر في تعزيز يعني أو في محاربة هذه الممارسات العنصرية تجاه اليمنيين؟ ونحن أمام معركة حقيقية تجاه هذه الفكرة من كل النواحي، من النواحي العسكرية، ومن الآن أصبحت حرب يعني على الأرض، ومن الناحية الثقافية والفكرة هناك يعني معركة حقيقية لا تقل أهمية ولا تقل حساسية عن المعركة العسكرية على الأرض. وبالتالي باعتقادي أن تفكيك هذه الفكرة والحديث عن الجوانب المظلمة فيها وإعادة النقاش مرة وأخرى حول هذه الأفكار، باعتقادي أن هذا جزء من دعني أقول جزء مما تفرضه طبيعة المرحلة ودعني أقول مواجهة هذا الصلاف وهذه العنصرية. إلا أني أريد أن أعلق تعليق في الوقت الذي نقول أننا لا نستطيع أن نتحكم بردود الفعل، إلا أنه في الوقت نفسه لابد أن نقول ونؤكد على فكرة أنه لابد أن تحافظ المقاومة بكل تجلياتها الثقافية والعسكرية على أخلاقية الفعل المقاوم. عندما نرى على سبيل المثال كيف تتعامل المقاومة مع الأسرى، وكيف تتعامل المقاومة عندما تصل إلى منطقة مع بيوت الذين كانوا ربما مع الحوثي لا تفجرها كما فعلت جماعة الحوثي، هذا يجعلنا نشعر بالانتماء أكثر لفكرة المقاومة. كذلك الخطاب الإعلامي والخطاب الثقافي لابد أن لا يعني أقول يستصيغ أن يتم ممارسة ذات الفعل، بمعنى حتى ونحن نواجه إعلاميا وثقافيا هذه الجماعة لابد أن نتمايز عنها وأن يكون أن يكون أن يكون أن نتمتع بأخلاقية الفعل المقاوم ثقافيا وفكريا. من حق أي شخص أن يختار الطريقة التي يقاوم بها الحوثي، لكن دعنا يعني نتبنى هذه الفكرة وندعو لها. أشكرك أستاذ جمال المليكي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف وقبل ذلك عبر سكايب من الدوحة. شكرا جزيلا لك، وهو الشكر موصول لجميع من كانوا معنا من ضيوف، وكذلك لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات.
في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء أسامة عادل وكذلك محمد المقبلي وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.